السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم حبايبي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي في قناتكم ليتس ليرن. إن شاء الله النهاردة عاملين مراجعة يا رب تعجبكم، امتحان جميل جدا جدا لمادة الاي سي تي. تعالوا بقى نبدأ الامتحان، امتحان لامتحان شهر مارس بإذن الله. يعني هيكون جامع كل الأفكار اللي ممكن تجي لك في مادة الاي سي تي. فيلا بينا نبدأ جريد 5. Number 1. To start a new collection in the Microsoft Edge, we must select. إحنا لازم نفتح إيه؟ بصوا، أول حاجة أنت عندك كلمة start عندك في الجملة. أنت علشان تفتح Microsoft Edge، علشان تختار collection، لازم تروح على أيقونة اسمها start. Number 2. To solve the problem of screen freezes. انت علشان تحل مشكلة ان الشاشة عندك حصل لها freezes او وقفت فجأة ومش راضية تاخد اي order. You can use the button. انت هتستخدم اي buttons بقى؟ هتستخدم، احفظوا معايا، Alt, Control, Delete. Alt, Control, Delete. Alt, Control, Delete. اوكي؟ طب Number 3. Noop is a web browser that comes with Microsoft Windows. البراوزر اللي بيجي مع المايكروسوفت ويندوز، طبعا مايكروسوفت ايج. مايكروسوفت ايج ده زي جوجل كروم، اسمه ويب براوزر، بيجي مع المايكروسوفت ويندوز. نمبر 4. اونلاين لايبراري ماي انكلودز. كل المكتبات الاونلاين ممكن تضم ايه؟ ديكشنريز اونلي ولا انكلوبيديا بس؟ لا، هتضمهم اول ذا بريفيوس. خد بالك المراجعة دي أو البي دي اف ده هسيبهولك في أول كومنت في الفيديو. Number 5. Online libraries such as Noot have secure and verified information. هي عندها معلومات مؤمنة ومعلومات حقيقية. هل الويكيبيديا ولا السوشيال ميديا ولا الإكساندريا ليبراري؟ أكيد مكتبة الإكساندريا أو الإكساندريا ليبراري. ومين كمان معاها؟ والإيكيبي. Number 6. Noot communication needs instant response. عايز استجابة فورية، عايز استجابة أو رد في نفس اللحظة. مين بقى؟ Synchronous. Number 7. Noot is an example of synchronous communication. لما أنت مثال على synchronous، هل الإيميل؟ لا، ده asynchronous، أرد مطرح ما أنا عايز، وقت ما أنا أعوز أنا ممكن أرد. هل اللايف تي في ولا الريكوردر دي فيديو زي اللي انا بسجله دلوقتي؟ لا طبعا، السينكرونس هيبقى اللايف تي في. نمبر 8 بتقول دكتور دييغو دي ليون هولد ا بي اتش دي بتاعته، الدكتوراه بتاعته، فروم ذا يونيفرسيتي اوف كاليفورنيا. كاليفورنيا. نمبر 9. يوز نوت تو تشيك فور سبيلينج اند جرامر. ايه اللي انا بستخدمه علشان اعمل فحص او spelling تهجية للجرامر وتصحيح؟ طبعا بستخدم المايكروسوفت اديتور. بستخدم ايه؟ مايكروسوفت اديتور. نمبر 10. Noot is one of the renewable energy sources. طبعا دي عندنا في الساينس من زمان، اللي يعتبر renewable energy هي الويند. نمبر 11. To turn your device off, press and hold down the power button. لما يكون عندك الجهاز بتاعك معلق ومش راضي يفتح معاك او واقف بقى، بتدوس على الباور او بتضغط على press وتمسك بقى hold، يعني تفضل بقى ايه دايس كده حوالي 15 second على الباور button. Number 12 بتقول You can not each collection into other applications such as Microsoft Word. انت تقدر تعمل ايه بقى على المايكروسوفت ايج ده؟ ممكن تعمل export. يعني ايه export؟ تاخد كل الكوليكشن اللي انت عامله وتعمل له export، تصدره او تاخده معاك في اي application تاني زي المايكروسوفت Word. Number 13. Dr. Ponce de Leon uses technology to collect data to Noot for the future. ليعمل ايه للفيوتشر او للمستقبل؟ To plan، علشان يخطط لمين؟ للمستقبل. Number 14. Computers
use not numbers system to store data more efficiently. طبعا الكمبيوتر مش بيستخدم الديسيمال ولا الاوكتال، امال بيستخدم ايه؟ الباينري داتا او الباينري سيستم او الباينري نمبر اللي هم الزيرو والوان. نمبر 15 you can use نقط to save the image you create and insert them into your document. طبعا ده اخر درس وقفنا فيه اللي هو lesson 4 اللي كان بيتكلم عن البينت والايميل والمايكروسوفت وورد. نمبر 16 you can use not to send your work to your college. طبعا عشان ابعت الرساله بتاعتي هستخدم الايميل. نمبر 17 to turn your device off. ده السؤال ده مكرر احنا لسه حالينه فوق اللي هو الباور. نمبر 18 if you downloaded لو انت عملت downloaded انزال لسوفتوير بروجرام you can find the program in هلاقيه في فولدر على الكمبيوتر اسمه downloaded folder. Number 19, one of the most important issue in achieving your research project. من الحاجات المهمة في إنجاز البحث بتاعك الداتا ولا التكست والبيكتشرز ولا الاثنين؟ طبعا الاثنين مهمين، سواء الداتا المعلومات أو التكست الحاجات اللي أنا هكتبها النصوص وكمان البيكتشرز الصور. Number 20, the editor will not such as capitalization error sentence fragments and missing or incorrect word. الإديتور هيعمل لي إيه ليه؟ هيعمل لي ليها هايلايت. يعني إيه هيعمل لي ليها هايلايت؟ هيجي على الجزء الغلط ويروح عامل لي إيه عليه لون أصفر كده، يلون يلو، هيوضح لي إن الجزء ده فيه إيه؟ فيه خطأ. Number 21 when you are communicating with a person of authority you should. انت تواصلت مع شخص مسؤول او شخص كبير عنك، انت المفروض be respectful تكون محترم، avoid making jokes انك تمنع انك تقول الجوكس او النكت. اكيد ان انا هعمل الاثنين. Number 22 the AKB and Alexandria library websites have specialized عندهم ايه؟ عندهم search engines. search engines يعني بحث يكون متخصص، بحث يكون ايه؟ متخصص. Number 23 not are considered accurate and regularly update. في حاجة احنا اخدناها بتبقى دايما accurate دقيقة ودايما updated يعني دايما متطورة او سوري updated هنا معناها دايما في تحديثات، تمام؟ هي الجوجل ايه؟ الجوجل مابز او الخرائط بتاعة جوجل. Number 24 websites include not such as keywords information about the site and what it contains. في عندي جزء في الويب سايت او الموقع مكتوب فيه الكيوردز الكلمات اللي ممكن تساعدني على ايجاد الموقع، وكمان الانفورميشن اللي بتتكلم عن الموقع اسمه ايه؟ اسمه ميتا انفورميشن. ميتا ايه؟ انفورميشن. اخر سؤال عندي النهارده بيقول It's easy من السهل for نقط to occur when communicating online. في حاجة من السهل انها تحدث اثناء الاتصال عبر الانترنت، هل الشير ولا المس اندرستاندينج ولا انك تكون مؤدب؟ طبعا المس اندرستاندينج او ان انا اتفهم بطريقة خاطئة. ان انا اتواصل مع حد اونلاين من السهل جدا انه يفهم كلامي خطأ، لانه ما بيكونش مثلا هو تون سامع صوتي، بس احيانا مثلا بتواصل معاه مثلا كتابة عن طريق شات فبيكونش شايف الفيسز بتاعتي او تعبيرات وشي، تمام؟ كده انا خلصت الاكزام بتاعي. يا رب اكون ساعدتكم ولو بجزء بسيط. اتمنى ان كنتوا تدعوا لنا في الايام المباركة ده الايام المباركة دي. يلا اسيبكم على خير، استنوني ان شاء الله في المراجعة الجاية. هتبقى انا كده عملت لكم مراجعة للاي سي تي وعملت لكم مراجعة للساينس ان شاء الله جريد 5. المراجعة الجاية هتبقى مراجعة للماس. قولولي بس انتوا عايزين مراجعة ايه؟ في ناس قالت لي عايزين مراجعة مستر محمود محب. لو كنتوا كلكم متفقين على المراجعة دي ان شاء الله انا هعملها لكم قريب، وما تقلقوش ان شاء الله الساينس هيخلص وكمان الاي سي تي الدروس المتبقية عندنا في المنهج. يلا اسيبكم، طولنا في الفيديو، باي باي، مع السلامة.